نعم تفضل. صار في الحج وكان حلق شهر ما يوجد شهر وجاء وقت الحلق ماذا يعني؟ هو أصلع ولا له الشعر ولكن محلوق؟ ها محلوق. ألم تعلم أن الحلق يتبين في خلال 24 ساعة؟ سؤالي هل تعلم هذا ولا ما تعلم؟ هذا هو. يكفي أن يمر الموسى على رأسه، لأن الشعر سبحان الله ينمو بالثانية. أن تظن إلى حلقة رأسك وصار من الصباح ولا على طول الأصبح، تظن هذا ولا لا؟ تظنون هذا ولا لا؟ لا. إذن هو ينمو شيئا فشيئا، في اللحظة الواحدة ينمو. لكن عاد بعض الناس يكون سريع نموه سريعا وبعضه يكون أقل. أنت فهمت الآن ولا لا؟ الحمد لله. إذا لو قدر أنه حلق قبل أن يمشي بيوم ومشى للحج، يبقى عنده اليوم الثامن والتاسع يومين، في اليوم الثالث سيجد شعرا. نعم. ايش الاصل؟ اي هذا ما على الشيء. شلون؟ يمر بالموسى. وشلون يمر بالموسى؟ وش يحلق؟ او يكسر الجلد؟ الله المستعان. خلوا عندكم فقه. أرأيت الرجل الأقطع مقطوع ذراعه من المرفق، هل نقول اغسل العضد؟ أسألك. ما نقول هذا زال مكان الواجب زال، فلا يمر موسى. عرفت؟ هل بلغت خلاف في هذا بين العلماء؟ نعم صحيح. بعض العلماء قال يمر الموسى عليك، لكن هذا عبث. مثل ما قال بعض العلماء إن الأخرس اللي ما يقدر يتكلم إذا بغى يقرأ الفاتحة بالصلاة يحرك لسانه وشفتيه. إيش الفائدة؟ هذا زيادة حركة بالصلاة لا قيمة لها.